باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فأخذ النبي يمر معه الأمة، والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه العشرة، والنبي يمر معه الخمسة، والنبي يمر وحده، فنظرت فإذا سواد كثير، قلت: يا جبريل، هؤلاء أمتي؟ قال: لا، وفي رواية لهما: فظننت أنهم أمتي. فقيل لي: هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كثير، قال: هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت: ولم؟ قال: كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام إليهم عكاشة بن محصن فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام إليه رجل آخر قال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. النفر جماعة الرجال ما بين الثلاثة إلى العشرة. سواد كثير أي أشخاص كثيرون عن بعد. الأفق نواحي السماء والأرض. ولا يسترقون لا يطلبون الرقية، ولا يتطيرون لا يتشاءمون.